الحرم والحرم إلى جانب الطريق وشهر ابن بطوطة إلى فضائل أهل مكة ووصفهم بأنهم أصحاب المكارم السامة والأخلاق الحسنة والإنكار والإعصار والإنكار القديم وحسن الجوار للغرباء كما أشار إلى نساء مكة وقال إنهن ذوات صلاح وعفاف ولاحظ توجههن للطواف بالمسجد الحرام في كل ليلة جمعة وهن في أحسن زي وأبهى زينة وأطيب رائحة. وتحدث ابن بطوطة في كتابه عن العديد من علماء مكة ومنهم قاضي المدينة نجم الدين الطبري وخطيب مكة بهاء الدين الطبري كما أشار إلى إمام المالكية بالحرم الشريف الفقيه أبو عبد الله محمد وإلى إمام الحنفية شهاب الدين أحمد بن علي وإمام الحنابلة محمد بن عثمان. ونظرا لمكوث ابن بطوطة فترة طويلة في مكة المكرمة